نعم. بعده، هل يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا فله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة؟ نعم. أنا تارك الصلاة تحت مشيئة الله تعالى، وهل الصلاة شرط في صحة الإيمان؟ لا يفهم منه ذلك، لأن الحديث الذي أشرت إليه قال فما أتى بهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، يعني ومن لم يأت بهن على هذا الوجه. يجب أن نحمل الحديث على هذا لوجود أحاديث أخرى صريحة في أن تارك الصلاة كافر. وطريقة الراسخين في العلم أن لا يتبعوا المتشابه المحتمل ويدعوا الشيء الواضح، فما دام عندنا شيء واضح في أن تارك الصلاة كافر فإننا نحمل ما يمكن أن يعارضه أو لا يعارضه، نحمله على الوجه الذي لا يعارضه حتى تبقى النصوص كلها محكمة. وأما هل العمل شرط في الإيمان، فنقول العمل منه ما هو شرط في الإيمان ومنها ما ليس بشرط. فالصلاة فعلها شرط في الإيمان، في أصل الإيمان مو في كماله. فمن لم يصلي فهو كافر كفرا مخرجا عن المله،